شعر أبو مازن أن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر يعني أصاب القضية الفلسطينية بضرر. مصر كانت دائما تقف بجوار الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تراجع دورها مثلا، يعني صف لي مشاعرك كرئيس فلسطيني من هذا العام. يعني أنا أريد أن أعطيك مثلا واحدا فقط، هذا المثل الحديث عن توسيع غزة على حساب سيناء، هذا سمعته صح، كلنا سمعنا وقيل وبدأ نوع من التفكير الجدي على الأرض. هذا الكلام أنا ما سمعته لأول مرة، أنا سمعته من جنرال متقاعد إسرائيلي اسمه إيجور آيلاند مفصلا، أنه نأخذ من سيناء قطعة ونضيفها إلى غزة ويعيش فيها الفلسطينيون ونبني الدولة الفلسطينية. طبعاً هذا كلام هراء هراء لألف سبب وسبب، لكن أنا أعطي سبب واحد فقط، كيف أنا أبني دولتي على حساب مصر، على حساب أرض مصر؟ أنا لن أقبل بهذا إطلاقا، هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا. هذا لو حصل دمر القضية الفلسطينية، لو حصل لدمر القضية، لأنه بيعملوا دولة في غزة وخلاص ينسوا الباقي وتنتهي القضية عند هذا الحد، وتحل مشكلة اللاجئين على حساب هذه الأرض 1600 كيلو متر مربع حسب ما كنا نسمع وتنتهي القضية. هذا يعني، وأنا تكلمت بصراحة مع الرئيس السابق، مع الرئيس مرسي، نعم، إنه هذا الكلام لا نقبل. يعني قلت له هذا يعني تكلمت مع هذا المخطط لسعر. قلت له إن إسرائيل تريد أن تلقي بغزة في مصر، وهذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني بصراحة. ماذا قال لك؟ قال لي يعني كلام آخر، لا أريد أن 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 أنقله على لسانه، إن شاء الله هو بحكيه شي مرة، لكن بصراحة ما عجبني. يعني أنا سمعت إنه قال لك طب يعني هم كم مليون، فقلت له مليون ونص، فقال لي نحطهم في شبرا. نحطهم في شبرا، هي القضية تحطهم وين؟ في شبرا ولا في غير شبرا ولا كذا؟ القضية قضية سياسية، قضية وطنية، قضية قومية. من هون أنا يعني لم يعجبني هذا الكلام، شعرت فعلا أنه لا، القضية مش هيك ونحن لا نقبل، وبصراحة رفضنا هذا. هو مفهوم الوطن غير واضح، لا مفهوم الوطن المصري ولا مفهوم الوطن الفلسطيني بالنسبة لهم، يعني هذه القضية.